هزيمة الولايات المتحدة على يد الدولة العثمانية. لن تصدق أنه في عام 1801 وحتى 1804 ميلادية كانت حربا بين الولايات المتحدة والدولة العثمانية انتهت بهزيمة أمريكا. هي أول حرب تخوضها أمريكا خارج حدودها، وذلك حين رفض الأمريكيون دفع الجزية للحاكم العثماني يوسف باشا القرمانلي نظير دخول الأسطول الأمريكي إلى البحر المتوسط. أدى ذلك إلى غضب الوالي الذي أمر بتكسير سارية العلم الأمريكي في السفارة الأمريكية في طرابلس ليبيا وإهانة السفير الأمريكي وطرده. فأرسل الرئيس الأمريكي جيفرسون الأسطول الأمريكي لتأديب والي طرابلس يوسف قرمانلي على إهانته لأمريكا. بدأت الحرب البحرية، ولكنها سرعان ما انتهت بكارثة على أمريكا، حيث تمت محاصرة الأسطول الأمريكي وأسر أكبر سفنها وهي سفينة فيلادلفيا واستسلام أكثر من 300 بحار على متنها. وحين عجزت أمريكا على استعادتها أرسل الجواسيس ليحرقوها، إلا أن الأمريكيين لم يستسلموا فعمدوا إلى بث الخلافة بين والي طرابلس وشقيقه أحمد باشا القرمانلي في مصر، وتمت رشوته بالمال والنساء الجميلات اللاتي أحضرن خصيصا له من أمريكا قصد أن يتحالف معهم ضد والي طرابلس وتغيير نظام حكمه، ووعدوه بالسلطة على طرابلس ليبيا حاليا. جهز الأمريكيون جيشا ضخما لغزو مدينة درنا شرق ليبيا والثأر من الهزيمة الأولى، لكن سرعان ما استنجد والي طرابلس بقوات من المغرب والجزائر وتونس والدولة العثمانية، وانتهت المعركة بهزيمة شنيعة أخرى للأمريكيين وللجيش الأمريكي، حيث قتل في يوم واحد قرابة 1800 وأسر 700 وحوصر الباقي. أدت هذه الهزيمة بأمريكا إلى توقيع اتفاقية مذلة لها مع ولاة طرابلس وتونس والجزائر والمغرب، بموجبها تدفع أمريكا تعويضا للدول الإسلامية عن كل جندي قتل، وتدفع أيضا الجزية مضاعفة عن السابق والاعتذار للدول الإسلامية الثلاث. وإلى هذا اليوم تجد في نشيد البحرية الأمريكية الذي لم يتغير منذ ذلك الوقت يقول مطلعه من قاعات مونتزوما إلى شواطئ طرابلس: نحن نحارب معارك بلادنا في الجو والأرض والبحر. هذه القصة الجميلة توضح لنا مدى جهلنا بالتاريخ القديم، خاصة الإسلامي منه الذي تعمد أعداؤنا إخفاءه أو تشويهه، كما يوضح لنا المحرك الرئيس للسياسة الأمريكية في المنطقة والتي تعتمد في الأصل على أخذ التأر من المسلمين والعرب. وهذه جوانب من دوافعها لحرب أفغانستان والعراق والسكوت على حرب الإبادة في سوريا وفلسطين والعراق واليمن وليبيا. هذا ليعرف أبناؤنا تاريخ الإسلام والدولة العثمانية المشرف الذي شوهه الصهاينة والصليبيون على أنه استعمار لكي يجعلونا نكره ذكره. إنها معركة الوعي أيها الأخوة.